بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أحبائي الكرام، يسعدني أن أقدم لكم قصة بعنوان صاحب الإزار، قد كتبتها في عام 2013 ميلادية، لكيما أصور هذا الشاب صاحب الإزار، وكما يقول التقليد الكنسي أنه كان ماري ماركوس الرسول الذي بشرنا بالإيمان في مصر ونسب إليه الكرسي المرقسي، وهو قد رافق السيد المسيح وقت القبض عليه في بستان جسيماني، وحاول الجنود أن يمسكوه ولكنه هرب على عريه تاركا لهم الإزار بعد أن قالوا أنه كان يتبعه. ويذكر أنه الذي أعد العلية للرب في بيته لعمل الفصح، ومن بعد ذلك سر الإفخارستية، وقد غسل الرب أرجل تلاميذه في هذه العلية، وهذه العلية قد أصبحت أول كنيسة في العالم. وأيضا نشكر الله أن ماري ماركوس هو أيضا أسس كنيسة الأسكندرية هنا في مصر بعد أن أعد وأسس كنيسة أورشليم. ومن المعروف أن أمه مريم التي كانت تتبع السيد المسيح مع المريمات الأخريات، وأن أبيه ويدعى أرستوبولوس هو ابن عم زوجة القديس معلمنا بطرس الرسول. وفي هذه القصة يا أحبائي، قد تجولت مع القارئ في أحداث القبض على السيد المسيح ومحاكمته ثم صلبه ثم قيامته من بين الأموات في اليوم الثالث، وجعلت القصة على لسان هذا الشاب صاحب الإزار. وقد كنت أيضا بكتابة هذه القصة بخلفية أناجيل العهد الجديد، وبخلفية تاريخية، وبخلفية سياسية، وبخلفية أيضا للتقاليد الشعبية التي كانت سائدة في هذا التوقيت، وبخلفية النواحي الجغرافية التي كانت متواجدة أو ظاهرة في هذا الوقت، وقت صلب السيد المسيح لكل المجد، وبخلفية أيضا التقاليد الشعبية السائدة في هذا التوقيت. تقول القصة، وهي قد سردتها على لسان ماري ماركوس الشاب صاحب الإزار، يقول: قمت على التو أنا ماركوس ووسط رائحة الدم، واصلت المسير إلى سوق الخراف بالهيكل، وقد تجرأ البائعين بالدخول بخرافهم إلى الساحة، وكان السوق يضم آلاف الرؤوس من الخراف تزعج الآذان بصوتها، وشمس المغيب سوف تغرب على حياتهم بعد أن ينبطحوا أرضا ورغما وتسفكوا دماءهم. ولا يتعجب المرء من هذا العدد الكبير، نظرا لأن الغرباء كثيرون من يهود الشتات يبقون لقضاء عيد الفصح بأورشليم مع سكانها حتى بعد عيد الخمسين. إن الوقوف ولو لمرة واحدة في أروقة الهيكل المقدسة، والاشتراك مع المصلين وإحضار التقدمات ورؤية الكهنة وهم يخدمون في ملابسهم البيضاء، وسماع ترانيم اللاويين، ورؤية دخان المسأ الذبائح يرتفع إلى عنان السماء، وكتلة البخور البيضاء الصاعدة من أعلى القدس من فوق مسبح البخور ترتفع صاعدا، كان هذا حلم حياة الإنسان اليهودي الذي جاء من الشتات، ويعد الهيكل عنده سماء ثانية.
من أجل ذلك هجر أبي برقة بشمال إفريقيا وجاءنا لنسكن في أورشليم المدينة المقدسة. الحرس هنا كثيرون لأن هيرودس رئيس الربع بالجليل جاء إلى قصره المشيد شمال الهيكل، وأيضا كان بيلاطس البنطي الحاكم العسكري كان متعودا أن يقيم بقلعة أنطونيو لمتابعة الأمور في أيام العيد والسيطرة على أي شغب يحدثه الشعب. حقا إن جو المدينة مختلف، وسيصبح العيد عيدين والفرحة فرحتين لأن الرب سيصنع الفصح عندنا. صعدت بسرعة لأعد العلية وكنستها كنسا دقيقا، وبين البلاطات الحجرية أمعنت النظر ووضعت المفارش على المائدة ونظفت المصاطب وملأت أباريق المياه النحاسية من الماء الغدير ووضعت إحداها فوق الطست ليكون جاهزا لغسل الأيدي، ووضعت مفرشا كبيرا على المائدة الكبيرة التي تسع المعلم والاثني عشر تلميذا، وفي الوسط وضعت المنديل الأبيض ليكون على يمين المعلم كما هو معتاد، ثم أضأت المسارج المنتشرة على حوائط العلية بعد أن ملأتها بزيت الزيتون لتكون جاهزة لاستقبال المعلم. لقد شعرت بفرحتها وفتحت شبابيك العلية لنتنسم رائحة الزهور الجميلة، ونحن الآن في بداية شهر الربيع. قضيت الوقت كله في تجهيز المكان تجهيزا لائقا يليق بالرب يسوع. وقد أراد الرب أن يصنع الفصح في أورشليم لأنها مدينة الملك. حقا أن المسيح ملك، والمدينة هنا للجميع ومملوكة لأسباط بني إسرائيل الاثني عشر وليس لسبط واحد، لأنها مدينة داوود الملك العظيم ولم تقسم لأحد من الأسباط، لذا تعتبر وطنا للجميع. وقد قرأت في التلمود أن طبيعة السكان في أورشليم كريم الضيافة لأنه في الأعياد تزدحم المدينة بيهود الشتات، اليهود الوافدين لحضور عيد الفصح العظيم والأعياد اليهودية الأخرى على مدار العام. والسكان هنا لا يؤجرون بيوتهم للوافدين بل يفتحون أبوابها لكل أحد حتى وإن ازدحمت الحجرات، ولا يحتج أحد من سكان البيت من تزاحم الضيوف لهم، حتى أنهم كانوا يزدلون ستارة من القماش على باب البيت ليوحوا للعابرين أن البيت مفتوح وما زال متسعا لضيوف أخر. وكان من عادة سكان المنازل أن يطرحوا موائد الطعام أمام منازلهم ويؤكدون للزوار أن المنزل كله تحت تصرفهم. ومن المعلوم عندنا أيضا أنه عند استحالة إيواء كل الزائرين بداخل البيوت كانت الجماهير الباقية تلجأ إلى الأحياء الصغيرة في داخل المدينة كبيت عنيا وبيت فاجي، واللتان كانتا مشهورتين بالكرم وحب ضيافة الحجاج الآتين لحضور الأعياد وتقديم الذبائح والنذور. وأحب أن أذكر أن أغنياء أورشليم يفيضون بالحب والسخاء لليهود الفقراء، فمنهم من يدفع ثمن الذبائح لمساعدتهم في تقديم ذبائحهم بالهيكل، ومنهم من يوفر المؤن والطعام للفقراء الوافدين. لذلك فإنها مدينة الفرح والحب المتسع، حيث
تجمع الشعوب اليهودية من مختلف البقاع في تنوع عرقي وثقافي فريد، يضيف إلى هذه المدينة قيمة أدبية كبيرة. وفكرة قبول الآخر والتعايش السلمي المشترك كانت سائدة وترى في هذه المدينة. لذلك فمثلا فأنا قبرصي المولد وقيرواني المنشأ وعبري المعتقد، وقد سكن والدي هذه المدينة المقدسة، وقد اكتسبت حسن المعاملة مع الأغراب، وأملك ذكاء الشباب، فإن مهارتي مسار إعجاب أقاربي هنا، وأملك الرقة وحسن التصرف مع الآخرين، نظرا لأن ضيوف المدينة يستفسرون ويسألون عن أمور كثيرة. كان أبي أرستوبولوس قائد جلسة الفصح كل عام، ولكن هذه المرة الأمر يختلف، لأن السيد المسيح هو بنفسه سيكون الأب المتصدر لمائدة الفصح هذا العام. إنها فرحة خاصة لي ولأهل البيت هنا، وكنت قد ذهبت إلى ناحية الهيكل لشراء خروف الفصح في صباح اليوم الرابع عشر من شهر نيسان ليكون جاهزا في المساء، وتم تجهيزه بما يتفق وفريضة الفصح، وتم عمل الفطير المسموح به حسب نظام الفصح، وكان معلوم لدينا أن الفطير يؤكل مع خروف الفصح، وسيتم الاحتفال بعيد الفطير لمدة أسبوع يبدأ من يوم السبت وهو اليوم السابع، وإن أكل الفطير يعتبر إجباريا، ومعروف أنه بدون خميرة، ويؤكل طيلة الأسبوع الذي يعقب الفصح. وعند اقتراب المساء وقفت أمام باب البيت وتحت الكرمة الكبيرة منتظرا مجيء السيد المسيح ومعه تلاميذه، ومن بعيد رأيته قادم وهو في مهابة الملوك يسير وبطلعة بهية، ورغم أنه يظهر في الثلاثة والثلاثين من عمره كشاب يافع ممشوق القوام، لكن تملأ الحكمة كيانه، وعينه لا يستطيع أحد النظر فيها، ذو لحية صغيرة وشعر منسدل على كتفيه، ويسير بخطى واثقة وكأن الأرض خاضعة تحت قدميه، ووجهه مريح، ولا أكذب إن قلت أنه أبرع جمالا من بني البشر، وذا ثياب بسيطة ورداء أبيض يلف جسمه. وكم من مرة كان المرضى يلمسون هدب ثوبه فيبرؤون، وكان يهب يده للجميع، لأنها لمست كثيرون فأعطت شفاء، ورفعها مرة إلى السماء وبارك على 5 خبزات وسمكتين، فشبعت الجموع من هذه البركة. لقد ثبت في مكاني وشلت حركتي عندما اقترب من البيت، ولم أملك إلا أن أطرح نفسي تحت قدميه وأفرش ثيابي أمامه في الطريق ليصعد سلم العلية ليجد المكان في أبهى صورة تليق به، وكخادم نشيط ظهرت أنا أمامه. شاهدت المعلم وقد خلع ردائه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل واتكأ
يغسل أرجل تلاميذه ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. وكان سمعان بطرس قد رفض ذلك مندهشا، كيف يغسل رجليه لولا أن المعلم قال له: إن كنت لا أغسلك فليس لك يا معي نصيب. فقال له سمعان: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. ثم اتكأ يسوع وقال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. عندما رأيت السيد يفعل هكذا مع تلاميذه، زالت في قلبي كل فوارق المجتمع، وجال في فكري ما يفعله السيد المسيح مقارنة بما كان يطلبه الكتبة والفريسيين من سيادة وهيمنة على الشعب، وكانوا ينتهرون كل من يقلل من شأنهم. وقفت فجأة على قدماي مستغربا أتابع حديث السيد المسيح الذي قال: واحد منكم سيسلمني في هذه الليلة. أحسست أن فرحة العيد انطفأت فجأة ونور المشاعر يحتج. كنت جالسا بعيدا عن المائدة كعبد مستعد لخدمة سيده الذي يحبه، وهو فرح وفخور. وكانت أمي قد أصرت أن تجلس بجواري متلهفة لعلها تسمع كلمة منه، ولطالما تتبعه مع المريمات الأخريات. وعند سماعها هذا الحديث تنهدت ودفنت رأسها بين كفيها ممسكة بأطراف طرحتها المنسدلة لتشبعها دموعا، وركبتيها تهتز مع تنهداتها، فهي تعلم كم من المخاطر تحيط بالسيد. وضعت يدي على كتفيها أرتب عليها، ثم سحبتها وكأني أتركها هي لمصير محتوم. وعيناي قد اتسعتا بما فيه الكفاية أراقب الموقف، رأيت التلاميذ في لحظة انزعاج كماء صاف تعكر فجأة، وكان ينظر وكل ينظر إلى رفيقه يتمتم بشفتيه: إيه، لست أنا، لست أنا. ونظر التلاميذ إلى يسوع يستفسرون مندهشين من وقع هذا الكلام، ويسألوه: هل أنا يا سيد؟ هل أنا؟ وتشكك الجميع في إخلاص كل منهم للمعلم، ولكن هذا مستحيل. فسمعان بطرس يحمل سيفا لحماية المعلم، ويوحنا الحبيب يطلب صدره ليتكئ عليه، ويعقوب في معيته دائما، ومتى الذي ضحى بعمله وتبعه، أما نسنائيل التلميذ الذي كان يجمع الضرائب لصالح قصر هيرودس. فقد كشف له السيد المسيح سرا غامضا جعله ينطق بألوهيته قائلا: أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. وفيلبس محب الخير الذي اكتشف أن المسيح هو المسيا الذي تكلم عنه موسى والأنبياء، واندراوس ابن يونا الرجل الحق الذي كان تلميذا سابقا ليوحنا المعمدان، وهو أول من دعاه المسيح ليكون تلميذا له. وها هو توما المرتاب، والذي ارتاب في نفسه ووقف يشاور بيده بحركة غير تلقائية مصدوما من كلام السيد.
ويعقوب الصغير ابن حلفة الذي من كفر ناحوم، والذي دخل السيد المسيح منزله. أما سمعان الغيور الذي تغيرت ملامحه، وقف حائرا أمام الكلمات الصاعقة التي نزلت على مسامعه من السيد المسيح، وتشارك معه في تلك المشاعر تداوس الملقب بارتلماوس، حيث لم يكف عن الهزيز بكلمات لا أسمعها. أما يهوذا ففي لحظة ما كان يغمس يده في الصحفة مع السيد المسيح، فجر الرب أمرا شديد الخطورة، حيث قال: الذي يغمس معي في الصحفة هو الذي سيسلمني. وهنا كشف الرب عن الوجه الحقيقي لتلميذه الخائن، وفي تلك اللحظة اسود وجه يهوذا خزيا وعارا، وتجرأ أن يسأل السيد الرب: هل أنا يا سيدي؟ فأجابه بالإجاب: أنت قلت. لقد أثارنا هذا الحديث المقتضب بين المعلم وتلميذه، وعندما افتضح أمره وجد نفسه محاصرا من عيون التلاميذ التي مرقته، فخرج منفعلا حتى أنه ارتطم بباب العلية ونزل مسرعا. وبعد عشاء الفصح أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم أيضا ليشربوا منها، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. ثم قال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. قال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. ثم بدأت تسابيح الهليل تعلو أصداؤها في العلية من فم السيد المسيح وتلاميذه، وأصواتهم يتخللها نغمات من الحزن والقلق، لعلها تنبئ عن توقعات لا يتخيلها أحد، ودموع المريمات قد لا تنتهي، وآمالي وأحلامي مع السيد قد تموت في خلال أيام قليلة. وبعد أن هدأت الألحان وفي هدوء ذات وقار رهيب، أشار السيد المسيح بيده ليخرج مع تلاميذه إلى جبل الزيتون. احتضنت أمي بين يدي وهي قد خرجت معي متوجعة ولا تريد أن يفارقها السيد المسيح. وأيضا تجعف لكيما تلقي بنظراتها الأخيرة على المعلم وهو خارج، ولكن كانت الدموع المنسكبة أسرع بكثير من أن تجففها بغطاء رأسها. خرجنا وودعنا العلية التي ملأها السيد المسيح بالفرح هو وتلاميذه، وقد تركها حزينة تسأل متى سيعود، وتعاهد شموعها أن الفرح سوف يعود. خرجنا وأمامنا ظلمة الليل، ونور المشاعل يلوح في غضب وثورة، يصنع دخانا كثيفا محتجا على مغادرة السيد الرب وضياع فرحة العيد.
ويقسم أيضا أن لا يضاء أبدا إلا بعد رجوعه. تركنا المشاعل لمصيرها المحتوم، تبكي أيام الفرح حتى يكف زيتها. ترك السيد الرب البيت، وتركت أنا أمي في كآبة حجرات هذا البيت الكبير. تركتها بين دموع الحزن وعجزي عن حماية السيد. التقطت الإزار الأبيض ولففته حول جسدي، وخرجت إلى الدهليز ووقفت تحت الكرمة الكبيرة النائمة الآن أمام البيت. انسابت مني دموعا كنت أخفيها، وانطلقت لأجري في وسط المدينة لأستطلع الأخبار. كانت المدينة هادئة للغاية وشوارعها خالية من المارة، لأن الجميع منشغلا في عشاء الفصح داخل البيوت، والأنوار تتلألأ من طاقات البيوت الصغيرة، وأرضية الشوارع الحجرية جعلتني أتقدم بخطى سريعة وكأنني أسارع الريح وأسبق الزمن لعلي أوقف خيانة يهوذا. توقفت قليلا أشحذ قوتي وأهدئ ضربات قلبي، وفمي مفتوحا أريد هواء، وأقبض على الإزار الأبيض الذي يلف جسدي بيدي، والذي قد تعودنا أن نرتديه أيام الأعياد وعلى الأخص في عيد الفصح، حتى أستلهم منه الدفء وقت أن تشتد برودة الليل. نظرت وإذا سماء أورشليم صافية ونجوم الليل تتلألأ في فضاء فسيح وكأنها غائبة عن الأحداث، والقمر يملأ الدنيا بنوره وقد اكتمل في استدارته. ونحن في 13 من شهر نيسان، لم تستطع نفسي أن تنعم بهذا النور الخلاب، فأنا في حالة يرثى لها، أفكر في خيانة عظمى ستحدث للسيد المسيح، لا أعلم متى وكيف، ولكني شعرت أن حياته ستنتهي قريبا، فالكيل قد فاض عند رؤساء الكهنة. إن قلبي يحدثني أن أمرا ما سيحدث، وأن مكروها سيصيب المعلم. وحاولت مجتهدا بفكر البسيط المحدود أن أكشف لنفسي ماذا سيكون الأمر بخصوص المسيح في الحوار الذي أجراه السيد المسيح مع تلاميذه. وحواره مع يهوذا كان الأصعب على أذناي أن تسمعه. كيف أن يهوذا يخون السيد ويسلمه؟ إن به شيطان فعلا، ومن يجرؤ أن يخون المسيح الذي كان يقول في الشوارع والأزقة يصنع خيرا دون مقابل؟ ها هو لعازر أخو مرثا ومريم، قد أقامه المسيح بعد أن مرض ومات ودفن في القبر لأربعة أيام. قد رأيته منذ 6 أيام في الوليمة التي كانت في بيت سمعان الأبرص زوج مرثا في بيت عنيا، وجاءت أخته مريم وسكبت الطيب الكثير الثمن على قدمي المسيح. إنها المعجزة التي قلبت بيت عنيا رأسا على عقب، وبسبب إقامة لعازر آمن كثيرون من اليهود بيسوع. أما الحانقون فقد ذهبوا وأخبروا الكتبة والفريسيين ليشعلوا الموقف عند رؤساء الكهنة، فأسرعوا لعمل مجمع بمجلس السنهدريم ليصدر حكما قضائيا بموت السيد بقيادة رئيس الكهنة قيافة.
كانوا يخافون على إيمان اليهود، وفي ذاك الوقت كانوا يخافون على اليهود من أن يؤمنوا بالمسيح، لأن الجميع قد ذهب وراءه، واعتقدوا أنه سيتزعم ثورة عارمة ضد السلطة الرومانية في فلسطين، واعتقدوا أنهم سيخسرون تعاطف الرومان معهم، وخافوا أن يأخذ الرومان موضعهم كرؤساء كهنة، وأشاعوا أن الرومان سيستولون على أمتهم، رغم أنهم استعمروا من الرومان فترة ليست بقليلة، وما زالوا يستعمرون أيضا. يا للهول منكم أيها الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة، إنكم تبيعون أنفسكم لإرادة الرومان وتفرطون في أمتكم مقابل امتيازات رخيصة على حساب شعب الله. إني أشعر أن أمورا صعبة سوف تحدث، والهواجس تمزق صدري، وكأني طيرا انطلق مذعورا من عشه لا يعرف مستقرا له. أبطأت الخطى وقادتني قدماي إلى ساحة الهيكل، ودخلت من بوابة باب الجميل، وأصوات الخراف المعدة للذبح تعلو في الساحة، والراعي لا يبالي. ورأيت الشبان خدام رؤساء الكهنة حنانيا وقيافة يجتمعان أمام مجلس السنهدرين بأحد أروقة الهيكل. تتبعت خطى الحراس وخدام الهيكل حيث وجدت في وسطهم يهوذا يتحسس جيبه الدافئ بثلاثين من الفضة التي قبضوها ثمنا لدم المسيح، والجنود رافعين المشاعل لأن الوقت كان ليلا. مشيت وراءهم لكي أعرف ماذا سيحدث في الأمور، وملابسي الخفيفة كنت أغطيها بإزاري الذي لف جسدي، والذي تعودت أن ألبسه في أيام الأعياد، وعلى الأخص في عيد الفصح، وقد أدمت قدماي من كثرة التصادم بأحجرة الجبل التباراشيرية، لأن ظلمة الليل تحيطني ولم يكن في يدي مشعل. رأيت الموكب قد اتجه إلى ناحية جبل الزيتون، ولم أتخيل ما يجرى من يهوذا التلميذ وهو سيخون معلمه ويذهب بالجند إلى المكان الذي اعتاد فيه السيد المسيح أن يجلس مع تلاميذه. يا للخيانة العظمى، تلميذا يقضي على معلمه، ولماذا؟ ترددت الأقاويل فيما كان يهوذا يطمح في أن يكون يسوع ملكا على الشعب، ويحظى هو بنصيب ملكا على إحدى المقاطعات في فلسطين. بعد أن تنحدر السلطة الرومانية بثورة عارمة من الشعب يقودها يسوع أيضا. وتخيل يهوذا أن الأمر ممكنا جدا، حيث هتف الشعب عند دخول السيد المسيح إلى أورشليم هتافات توحي بزعامة السيد المسيح الكبيرة وشخصيته ذات الكاريزما النادرة. ولكن لم يركب السيد المسيح فرسا قويا، بل كان يركب أتانا وجحش ابن أتان في وداعة المزارعين في الأرض، ولم تكن حوله حاشية على أحصنتهم كحاشية الأباطرة، بل التلاميذ ذو الملابس البسيطة يمشون على أقدامهم حوله، والذين يستقبلونه ليس بوجهاء الشعب ومعلم الناموس،
بل فقراء الشعب مع أطفالهم الصغار. لقد كان ملكا بالفعل بين البسطاء، وليس ملكا يزهو بحصانه قابضا على سيفه والجنود حوله بحرابهم وسيوفهم. قد سقطت توقعات يهوذا عند ذلك، وعلم أن المسيح ملكا على القلوب وليس على العالم. وسمعت أن زوجة يهوذا قد ضغطت على زوجها ليجعل المسيح يتوسط عند بيلاطس لإطلاق أخيها باراباس اللص الذي في السجن، لأنه مهدد بعقوبة الموت وعقوبة الصليب أيضا، ولكنه فشل في ذلك ولم يجد في المسيح شخصية الرجل المنافق أو المرائي مع السلطة، ولكنه أخيرا بعد حسبة قد حسبها فضل أن يقبض 30 من الفضة ثمنا لتسليمه. فتوافقت إرادته مع إرادة رؤساء الكهنة للتخلص من السيد المسيح. شاهدت مجموعة من الجند تحمل المشاعل ومدججة بالسلاح نازلة من قلعة أنطونيا، حيث يقيم هناك بيلاطس البونتي، ويبدو أنهم مكلفين بمهمة سرية لا يعلمها أحد، ومشاعلهم تنذر بالخطر، وكأنها تريد أن تشعل أورشليم اشتعالا وتتحدى أبنية الهيكل ووقاره. فكم من مرة يتصدى لهم حراس الهيكل من اللاويين، لأنه غير مسموح للأمميين أن تطأ أقدامهم ساحة الهيكل، لكنهم الآن يمرعون فيه بجسارة. رأيتهم وقد تقابلوا مع مجموعة الخدم والشبان التابعين لرؤساء الكهنة، ويبدو أنه من الجماعات الدينية المتشددة كالكتبة والفريسيين. وتقابلت المشاعر الشريرة مع بعضها ليزيدوا الجوع اشتعالا مضاعفا. كانت وقع أقدام الأحصنة على أرضية الهيكل الحجرية تتحدث عن ثقة الجنود الرومان في أنفسهم. تقدمت أقصر قليلا، رأيت بينهم يهوذا التلميذ وهو يهندم رداءه ويستعد إلى الانطلاق معهم، ولكن إلى أين؟ إنه أمر غريب. هل ستتم الخيانة فعلا على يدي يهوذا؟ التلميذ الصامت والذي خرج من العلية أمامنا في صمت والغيظ يملأه والشرر يتطاير من عينيه، وكأن الشيطان يتقدم ويفسح له الطريق مقدما له كل الكرامة. سمعت من بعيد مباحثات كثيرة جرت بينهم، استطعت أن أميز بعض الكلمات مثل هيا بنا إنه صعد إلى جبل الزيتون، وصوت يهوذا يقول إني أعرف مكانه، إنه معتاد أن يجلس هناك مع تلاميذه، وأصوات تقول هيا بنا، فالشعب منشغل في عشاء الفصح. ارتبكت أنا ارتباكا شديدا حينما رأيتهم ذاهبون للقبض على سيدي. صعد الجنود إلى جبل الزيتون بالسيوف والعصية وكأنهم على لص خرجوا، وهناك تحت شجرة الزيتون الكبيرة وصل الموكب، فتقدم يهوذا وصافح المعلم وقبله، وسمت حديث دار بينهما. قال يهوذا السلام يا سيدي يا سيدي، وقبله. فاستفسر السيد المسيح عن مجيئه وقال له يا صاحب
لماذا جئت؟ لم يرد عليه يهوذا وانسحب. فتقدم الجنود ليقبضوا على السيد المسيح في ظلمة الليل وبين أنوار المشاعل، فقال لهم السيد المسيح: من تطلبون؟ فأجابوه: يسوع الناصري. فقال: أنا هو. فلما قال لهم أني أنا هو، رأيتهم وقد رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. ثم قام فسألهم للمرة الثانية: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجابهم يسوع: قد قلت لكم أني أنا هو. ومن ثم رأيت سمعان بطرس يستل سيفه ويضرب به، فأصاب عبد رئيس الكهنة ملخص فقطع أذنه اليمنى، ولكن انتهره المعلم وقال له: رد سيفك إلى غمده، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. وعلى الفور انقض الجند والقائد وخدام رؤساء الكهنة وقبضوا على يسوع وأوثقوه ونزلوا به إلى المنحدر وأنا أرقبه من بعيد. لم أتمالك نفسي وتزاحمت بين الخدم والجند لأرى معلمي، تخيلت أني سأمسكه وأهرب به بعيدا وأخلصه من أسره. نظر إلي جنود بيلاطس بعيون شرسة تحذرني من الاقتراب، وفي لحظة سمعت من يقول: قد يكون هذا الشاب من تلاميذه. فأدركت الخطر الذي يحيق بي وبسرعة انسحبت من بينهم. وعندما أمسك أحد الجنود بإزار الأبيض الذي كنت أرتديه في كل عيد وعلى الأخص في عيد الفصح، انسللت منه وتركت له الإزار وهربت على عري ونجوت بنفسي. وبعدت بعيدا وصدري يعلو ويهرب ويهبط من سرعة الجري وروعي من محاولة القبض علي أربكتني، وسخونة جسدي تغلبت على برودة ليلة أورشليم، ولم أستطع أن أترك المشهد، وتابعت الموكب من بعيد وأنا أراقب كل شيء. ومرة أخرى اقتربت بدرجة كافية ليكون المشهد قريب من عيني. وفيما كنت أتابع كل شيء، وكان ذلك في الهزيع الثاني من ليلة الجمعة، وكان الفجر لم يلوح بعد وجميع المسكونة غارقة في ليل مظلم، وعقول اليهود غارقة معها أيضا، وتسبح قلوب الكهنة في بحر من الأحقاد، وشهوة القتل تراود قلوبهم. لماذا يا سيدي قلت لهم سيأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا؟ لماذا لم تكمل كلامك أيها السيد وتقول إلى دم المسفوك أيضا؟ وماذا جنيت أنت لكي يسفك دمك؟ هل على جرائم قتل أنت صنعتها؟ رغم أنك أعطيت الحياة للعازر ولابنة المعلم ييروس وللشاب ابن الأرملة، أم على سلب ونهب تموت وأنت قد أشبعت الجموع من 5 خبزات وسمكتين ومن 7 خبزات وقليل من السمك مرة أخرى؟ وهل يسفك دمك لأنهم يدعونك أنك تقود الشعب إلى ثورة واحتجاج لكي تفوز بالملك، وأنت قلت مملكتي ليست من هذا العالم؟ وحتى أنه في أحد المرات انصرفت عنهم عندما أتوا ليختطفوك ويجعلوك ملكا،
هل لأنك كنت تصنع المعجزات تستحق سفك دمك؟ هل لأنك وهبت النظر للعميان وشفيت المرضى وأخرجت الشياطين منهم وأقمت الموتى وتعطفت على المساكين؟ هل لأجل ذلك يقدموك للموت ويسفك دمك؟ أيهان العظيم، ولماذا تصلب وأنت واهب الحياة؟ ولماذا تذل وأنت سلطانك في السماوات وعلى الأرض؟ إيه، رأيت السيد وحوله الجنود الرومان وقد نزعت من قلوبهم الرحمة، ربطوه وأوثقوه بالحبال، ساقوه كالشاهي إلى الذبح، وهو في صمت طوعي تقدم إليه قائد 100 ولطمه عدة لطمات قوية قد سمعتها أذناي. وكانت هذه عادة قائد 100 عندما يقبض على أحد المجرمين ليسوقه إلى الموت حسب عادة الرومان ليعمل على إذلاله ولكي يشعره أنه صار أسيرا بين يديه وأنه قد فقد حريته وإرادته معا، ليس له أي قوة ولا يستطيع الإفلات من بين يديه. انسابت الدموع مني وتحول البكاء إلى آهات لم أستطع كتمانها، وتذكرت قول داود النبي وسلم لسبي عزه وجلاله ليد العدو. ويا للأسف، أسير ومهان يساق إلى الصلب ولكنه بريء، وفي ذلك الوقت لم تصبح للمشاعر الإنسانية وجود عند هؤلاء الرومان وأيضا عند رؤساء الكهنة والمشتكين. وكيف نطلب ذلك وهم مفرغين من روح الوصية؟ بدأ الموكب ويسوع محاطا بالجنود خوفا من انتباه الشعب في هذا الوقت المتأخر، يسيرون به وكأنهم أبرياء مما سيجرى للمعلم، وقد ارتسمت على وجوههم براءة الأطفال زيفا وهم منشرح القلوب لأن كل شيء يسير على ما يرام وخطتهم تنفذ بإحكام شديد، لأن دهاءهم فاق دهاء الرومان ويريدون أن ينتصروا لأنفسهم حتى ولو على حساب دم بريء. فتقدم الموكب مخترقا شوارع أورشليم التي جال فيها المعلم سابقا، واحتضنت الشوارع صدى صوته. دخل الموكب من باب الضأن والمخلص مثل حمل مقدم إلى الذبح، وهذا الباب كان مخصصا لدخول الخرافة منه لتقديم الذبائح على مذبح المحرقة. رأيت الموكب متجها إلى قصر رئيس الكهنة لمحاكمة يسوع، وعندما وصلوا إلى قصر حانانيا رئيس الكهنة لاحظت انسحاب قائد 100 الروماني مع جنده، حيث أن خدام الهيكل قد استلموا منه زمام الموقف بعد أن قدموا الشكر الجزيل لقائد 100 الروماني بعد أن أدى المهمة المكلفة بها. وكان قصر حنانيا له أهمية كبرى عند اليهود لأنه يضم قاعة مجلس السنهدريم الرئيسي، والذي يقود جلساته حنانيا رئيس الكهنة بذاته، ومعه قيافة الرئيس الثاني. ويذكر أن حنانيا كان يسكن هذا القصر دون زوجته التي فضلت أن تقيم في بيت أبيها بعد زواجها، لعلها ضاقت نفسها من شخصيته العنيدة التي
تخفي نواياه الشريرة من تحت عباءته، أو أنها خشيت فتن هذا القصر أو ضاقت بها صدرها من التجمعات الشعبية التي جاءت تحتج أمام القصر تظلما من سياسات الحكم الروماني. وعلى أي حال، فإن حالة الانفصال الزوجي هذه قد تلقي بالضوء على حالة التباعد والتنافر بين الزوجين. ورغم أن القصر كان كبيرا يضم حجرات كثيرة ومتسعة ويحوي قاعات فسيحة، ولكن كان غير مريح للزوجة، لأن القصر ليس هو المطلب، بل العيشة هي المطلب. وكان حنانيا رئيس الكهنة من سنة 6 إلى 15 ميلادية، فقد ولي رئيسا للكهنة في هذه الفترة، ثم خلعه الرومان بالتأكيد بسبب مصائبه، وعينوا قيافة بدلا منه، ولكن وحسب الناموس اليهودي والتقاليد كان رئيس الكهنة يؤهل ليحكم طول عمره. ولذلك فإن بعض اليهود كانوا بلا شك يعتبرون خلع الرومان لرئيس الكهنة حنانيا غير ساري المفعول، فكانوا دائما يرجعون إليه، وقيافة نفسه كان يرجع إليه احتراما لمكانته الكبيرة. وهكذا استمر في مكانته العالية، على الأخص أنه كان غنيا وقويا رغم معارضة البعض له، وكثيرا ما تكلموا بالرديء عليه. ولكن كان يهود فلسطين يبجلون مكانة رئيس الكهنة بحسب التقليد. وكان أيضا يجرى في هذا القصر الجلسات الخاصة لشيوخ اليهود وأعضاء مجلس السنهدريم، وكان عددهم 71 عضوا، كلهم من وجهاء القوم وأشرفهم، وكانوا يجتمعون عادة في قاعة الاجتماعات في الهيكل والمسمى بالغرفة الحجرية، حيث كانوا يجلسون على شكل نصف دائرة، ورؤساء الكهنة كانوا في الوسط. وكان يمكن أن يجتمع مجلس السنهدريم ب23 عضوا فقط، ويعتبر عددا قانونيا. ومن الواضح أن حنانيا وقيافة قد أحضروا أتباعهم من هذا المجلس ليكونوا موافقين على ما يتخذونه من قرارات ضد السيد المسيح. رغم أن عددهم الأصلي يتخطى 70 عضوا، وكانوا يطرحون مشاكل الأمة اليهودية لمناقشتها فيه، ومحاكمة كل من يتعدى على الناموس، وإصدار القرارات الهامة، وأوامر الحرمان لكل من يخرج عن الناموس، وإصدار العقوبات التي قد تصل إلى السجن. ولهم أيضا سجون خاصة بهم يسجن فيها بأمر رؤساء الكهنة. لقد بدأت محاكمة السيد المسيح في 2 صباحا، حتى لا يشعر بذلك محبيه والجموع التي كانت تتبعه، لئلا يهيج على رؤساء الكهنة. وعندما تقدم السيد المسيح محاطا بحراس الهيكل، فتحت بوابة قصر حنانيا رئيس الكهنة الضخمة على مصراعيها، وصوت أزيز فتحها بالمزاليج القديمة كان عاليا. ووسط الأصوات المختلطة وهرج بعض الخدم، دخل المسيح والجواري ترمقه بعيون شريرة. وفي فناء القصر خرج حنانيا ليستقبل موكب القبض على يسوع،
ورغم أن حنانيا كان قد استبعده الرومان من رئاسة الكهنوت، ولكن دأب اليهود على احترامه وطاعته والانصياع إلى توجيهاته نظرا لقدم عهده. وكان لأول مرة في التاريخ يكون هناك اثنين من رؤساء الكهنة، حنانيا مختار من اليهود وقيافة مختار من الرومان، والاثنان يحاكمان السيد المسيح. والفساد يتفشى من بينهما. ووسط الكهنة والكتبة والفريسيين أيضا. ودليل على هذا الفساد هو أن محاكمة السيد المسيح كانت سياسية أكثر مما هي دينية، حيث خافوا من السيد المسيح الذي ينبع منه حب طاغي للجموع وأيضا من الجموع إليه، كما قال قيافة بعد ذلك لمجمع السنهدريم أن الجميع قد ذهب وراءه، وأشار على اليهود سابقا أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وعلى الأخص أنه في إحدى المرات ذهب الجموع ليبحثوا عن السيد المسيح ليجعلوه ملكا، وقد أراد رؤساء الكهنة من خلال أتباعهم قتل السيد المسيح عندما أخذوه ليطرحوه من فوق الجبل، ولكنه اختفى من وسطهم لأنه علم بأية ميتة ينبغي أن يموت، وهي موتة الصليب ويعلق على خشبة. وأيضا قد تم تحويل الهيكل إلى سوق رائج يموج فيها الطيور والحيوانات، وإعطاء رشاوي للأشخاص الذين كانوا يستخدمونهم لجلب الحكم على الآخرين وهم أبرياء، كمثل ما يحدث الآن، بالإضافة إلى ما حدث وقت محاكمة السيد المسيح. ها هم سيحاكمون السيد المسيح بعد أن قبضوا عليه، وبعد أن استمالوا يهوذا بثلاثين من الفضة. أي عجز وأي ضمير هذا؟ وأية وصية في الناموس تبيح ذلك؟ ووصايا الناموس العشر قد انتهكوها. حضر حنانيا رئيس الكهنة وجلس متصدرا قاع الجازيت، وسأل السيد المسيح عن أعماله وتعاليمه وكذلك تلاميذه، فأجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم قط. لماذا تسألني؟ لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هوذا هؤلاء لا يعرفون ما هو هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت. ولما قال يسوع هذا تقدم واحد من قدام رئيس الكهنة ولطم السيد المسيح على خده قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد علي رديء، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ إنها انتهاكات صارخة لنظام سماع الشهود وما حدث من لطم للمتهم، حيث نصت القوانين اليهودية على حماية حقوق المتهمين وحفظ كرامتهم إلى أن تثبت إدانتهم الأكيدة. ثم انسحب رئيس الكهنة بعد ذلك لكي ما يحول يسوع إلى محاكمة أخرى أمام قيافة رئيس الكهنة الثاني. ثم بدأ الجند وخدام الهيكل يستهزئون به ويجلدونه،
وكانوا يغطون وجهه ويضربونه ويقولون له: تنبأ من الذي ضربك؟ وظل السيد يتألم حتى بدأ النهار أن يلوح. وعلى الفور أرسل قيافة رئيس الكهنة ليستدعي أعضاء مجلس السنهدريم في الساعة الأولى من النهار في الصباح الباكر وقبل أن تشرق الشمس، وكان ذلك على خلاف التقاليد المعمول بها، ومال الحضور إلى القاعة المخصصة لذلك الجازيد، ووقف يسوع في الوسط يحدق فيه قيافة بنظرات فاحصة وكأنه ذئبا أمام حمل مقدما إلى الذبح، والمسيح يقف في مهابة الملوك. كان قيافة جالسا على كرسي في الصدارة وهو يلملم أهداب ثيابه الفاخرة، يجلس متهيبا من الملك المأسور، والشرر يخرج من عينيه، وأيضا متوترا في تحفز شديد يريد أن ينقض على فريسته. أما يسوع في هدوء خلاب يقف صامتا. مرت لحظات صمت، وتعالت بعض الأصوات لتشهد زورا على السيد المسيح. أما قيافة فكان يفتش في شهادتهم لعله يجد الشهادة الزور المحكمة والتي تقضي على السيد المسيح، كأنها بطعنة واحدة في القلب تقضي عليه، تصيب الفريسة فتنتهي. ولكن لم يجد ومعه أعضاء السنهدريم شهادة مقنعة تستوجب الموت، ورغم أن رئيس الكهنة كان يأذن لكل أحد أن يتكلم ليقيموا دعوى الموت على يسوع، ولكن لم يجد الدعوة المناسبة. ثم قام البعض وشهدوا قائلين: نحن سمعناه يقول أني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي وفي 3 أيام أقيمه. ولكن كانت هذه الشهادة ضعيفة لكي تجلب عقوبة الموت على المتهم. وصل رئيس الكهنة إلى حالة من العصبية حتى أنه وقف في الوسط أمام يسوع وبعين متبجحة وبأيد تشير بعصبية متخليا عن وقاره، وقال ليسوع متسائلا في حدة: أما تجيب بشيء عما يشهد به هؤلاء عليك؟ أما السيد المسيح فكان ساكتا وصامتا لم يجب بشيء. دار رئيس الكهنة قيافة حول السيد المسيح ومطرقا برأسه إلى الأرض يفكر بخبث عميق، وكزعيم يتحدى الجميع بتهمة تأتي بالموت على المسيح. ثم وقف أمامه ثانية وسأله: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فأجابه يسوع بهدوء عذب: أنا هو. فارتعد حنانيا من مهابته وانكمش إلى الوراء وكأن صاعقة قد أصابته، وبنفس الهدوء أكمل يسوع كلامه: وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب المجد. فمزق حنانيا رئيس الكهنة ثيابه، ومعه تمزق الكهنوت اليهودي وبطل بهذه العلامة وصرخ: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ونظر الحاضرين وقال: قد سمعتم هذا التجديف، ما رأيكم؟ وكان تصرف رئيس الكهنة هكذا لأن السيد المسيح أشار إلى نفسه حسب ما جاء في نبوءة دانيال النبي أنه المسيح المنتظر. ولما رأى الحاضرين تصرف رئيس الكهنة
وخوفا من جبروته وبضمير مخزي حكموا على السيد المسيح أنه مستوجب الموت. وحالا غادر رئيس الكهنة القاعة وهو يشعر بالانتصار، وهو الذي ابطل على يديه الكهنوت اليهودي ومسلما نفسه إلى ذهن مرفوض. وتجمع حالا حول السيد المسيح جنود الهيكل والخدم يبصقون عليه ويغطون وجهه مستهزئين به ويلكمونه ويقولون له: تنبأ لنا من لطمك. ولكن لا بد أن تكتمل الخطة، فيجب أن يقدم المسيح لبيلاطس ليصدق على الحكم بموته. ولكن كيف؟ ويجب على بيلاطس أن يفحص الأمر ليرى هل هو مستحق الموت أم لا. فهل سينجح رؤساء الكهنة في إملاء الأمر غصبا على بيلاطس البنطي؟ كان الوقت نحو الساعة 6 صباحا، اقتيد يسوع وذهبوا به إلى قلعة أنطونيا حتى يقيم بيلاطس البنطي، ذلك الوالي الروماني الذي كان واليا على اليهودية منذ عام 26 ميلادية، وله الآن 7 سنوات يحكم اليهودية، وتاريخه العسكري ملوث، فقد كان قائدا للحرس الملكي الخاص بتيباريوس قيصر، وكثيرا ما كان يثور اليهود عليه لكنه كان لا يرضخ، فكانت يديه ملطختان بالدماء، ولذلك لم يحبه اليهود، وكثيرا ما هددوا أن يرفعوا أمره إلى الإمبراطور تيباريوس. كان بيلاطس البنطي هو خامس الولاة الرومانيون على اليهودية. كان بيلاطس قاسيا جدا، وكطبيعة الرومان لا يهمه إلا منفعته الخاصة. لقد وضعت اليهودية والسامرة تحت الوصاية الرومانية منذ عام 6 ميلادية، حيث كان يحكمها أرشلاوس ابن هيرودس الكبير، وهيرودس الكبير قاتل الأطفال بيت لحم. هل سينجح في تخليص المعلم من يد رؤساء الكهنة؟ أم سيخشى على منصبه حتى يهدده اليهود برفع الأمر إلى القيصر، وحتى لا يحاكمه أو ينفيه من مكانه أو يحكم بقتله؟ وعلى أي حال، يبدو أن السياسات القمعية لبيلاطس تروق للإمبراطورية الرومانية، فقد صنع مذبحة كبيرة لجماعة من اليهود جاءوا ليقدموا الذبائح في الهيكل، فهجم عليهم وقتلهم وخلط دمهم بذبائحهم. لعلهم كانوا يحتجون على بعض سياساته الغير عادلة، ورتبت الأمور أن يأتي بيلاطس في مركز ولايته بقيصرية إلى دار الولاية في أورشليم، فيقضي للشعب ويصدر الأحكام ويراقب حركة العيد. يا إلهنا، نرجو خلاصك. إن الغرباء يحكموننا، والأمميون اختلطوا بنا، وأصحاب الآلهة الغريبة يدنسون مقدساتك. هيا لخلاصنا يا إلهنا. سار موكب الألم من بيت رئيس الكهنة إلى دار الولاية، والسيد المسيح مقبوضا عليه، وأمام البوابة الضخمة لقلعة أنطونيا فتح الجنود الأبواب الحديدية إلى حيث الساحة الكبيرة أمام المكان جباسة، وهو المكان المرتفع والمكشوف حيث يجلس عليه بيلاطس ليفحص أمرا بين الشعب،
والساحة أمامه واسعة مرصوفة بقطع الحجارة الكبيرة. واسمحوا لي يا أحبائي أن أكمل معكم القصة في الجزء الثاني والأخير. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ولربنا كل مجد دائما أبديا. آمين.